وعندما يخرج من قلوبهم كل حب إلا حب الله جل وعلا. وهذا مقصد الحج. ومن مقصد الحج هو أن تحب الله جل وعلا وحده، فيمتلئ قلبك إيمانا به جل وعلا وحده. الثوب الأبيض، لماذا البياض في الحج؟ لماذا البياض؟ لأنه رمز للصفاء والنقاء والطهر يا عباد الله. ولذلك يرجع الحاج من حجه لم يرفث فيه ولا يفسق، ولم يجادل، بقلب أبيض مع ثوب أبيض وصحيفة بيضاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فماذا عن غير الحاج؟ جعل الله جل وعلا 10 أيام من ذي الحجة لمن أفضل الأعمال فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العشر أنها أفضل أيام من أيام العام، فيها الصيام والقيام وقراءة القرآن وأعمال البر والتقوى. عندما يقوم المسلمون غير الحجاج بهذه الأعمال أيضا تبيض قلوبهم ووجوههم، وتبيض صحائفهم، ويخرجون إلى الله عز وجل في هذا اليوم مع هذه الوجوه.